بساتين الخضر والفواكه، ومع كل موسم من جني تتحول معظمها إلى خلية نحل. عمال موسميون من مختلف الأعمار يتسابقون لجني أكبر عدد ممكن من صناديق البرتقال، فكلما كانت الكمية كبيرة كان الأجر أكبر. العمال اللي معانا نصليوا صلاة الفجر في الصباح ونتعاملوا على رب العالمين. السبعة نكونوا في الحقل نبداو الجني، نخدموا 5 سوايع 6 سوايع حتى للساعتين تنهار، والحمد لله يعني كل واحد يدي الأجر تاعو 4 سوايع ب100 حتى ل150. الميتل مش راضي به، مش راضي. وهذا؟ إيه قليلة، ويشوفها قليلة. قليلة الحاج. كلش غالية، كلش غالية. لازم غلبة كبيرة. واحد يبكر انه تصب الشتاء الغرق، وخدام مساكن يجي وباه يخدموا ويتعبوا تعب كبير هنا. والله تعب كبير. ولازم الدولة تدعم، لازم تدعم الفلاحة هذه. كازي ب 5000 ولا سا ديبون كيفاه. وتعرف كل واحد كيفاه يخدم. خدام الواحد يبكر يجي في البرد يخدم يقص شينا سا ديبون كيفاه. أمام تحديات وعراقيل الجني لدى العامل اليومي بأجر زهيد، مشاكل أخرى تواجه الفلاحين. البيير نحوس على البيير كيما نقولوا لي فوراج باش نسقيو منها المنتوج هذا، الشينة هذه اللي كاينة هنا في زياني حمد عندها تقريبا 23 قطار هنا. لو كان ما نديروش احنا لي فوراج هذوما محسوب راح تروح الشجرية هذه كاملة تروح. نطلبوا من الدولة تسهل لنا في التراخيص تاع حفر الآبار. احنا نعانيو من الأمر تاع الماء، الماء ناقص. احنا كي توفر لنا الماء لشيء اخر باذن الله يكون تسهل الامور. هم شباب فضلوا الاسترزاق ولو باجر بسيط، ليس لشيء الا للمساهمه في الانتاج الفلاحي والابتعاد عن شبح البطاله في وقت يتعالى شباب اخرون على مثل هذه المهنه.